بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير سعادة الأستاذ جمال نجم نائب محافظ بنك المركزي المحترم، سعادة الدكتور سمير حمود رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح الملتقى السنوي السابع لإدارة المخاطر 2017 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان. هذا الملتقى الذي أضحى تقليدا سنويا راسخا وبات يشكل منصة للقاء بين كبار المسؤولين عن إدارة المخاطر في مصارفنا العربية للبحث والنقاش بكل ما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية من تعديلات على منهجيات قياس وإدارة المخاطر. أيها الحضور الكريم، إن مصارفنا العربية تحرص على كل الحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات باصل وتوصيات مجموعة العمل المالي فاتف وتوصيات مجلس الاستقرار المالي FSB وغيرها من التوصيات والتشريعات، وهذا التشدد من قبل مصارفنا العربية في الامتثال لهذه التشريعات، وهذا التشدد من قبل مصارفنا العربية في الامتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها وإدراكها بخطورتها على أعمال داخل بلداننا وخارجها. وأود أن أشير هنا إلى أن أحد العناصر المساعدة للهيئات الرقابية في تنفيذ مهامها هو تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية، وهنا هو تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جيد يؤدي دون شك إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية، وخصوصا المبادئ المتعلقة بالممارسات الصحيحة لمجالس الإدارات والإدارة العليا وممارسات الشفافة في التعويض والمكافآت. أيها الحضور الكريم، لقد بدأنا اليوم نتحدث عن تجنب المخاطر وليس إدارة المخاطر، فبدلا من الممارسات السليمة لتغييب المخاطر أصبحنا نتحدث عن استقصاء المخاطر كرد فعل التشدد في تطبيق المعايير التنظيمية والتشريعات والقوانين العابرة للحدود خوفا من الضغوطات الاقتصادية والمالية. وكما تعلمون فقد توسع أخيرا انتشار ظاهرة تجنب المخاطر الدي ريسكي لارتباط هذه الظاهرة باحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية والبنوك المراسلة، مثل التشدد بالحصول على المعلومات الواجبة على الزبائن QYC وغيرها من إجراءات تحقق عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات. وقد يفضل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات، وهذا ما يعرف ظاهرة دي ريسك. وهنا تكمن إشكالية المعالجة في حال اعتمد المصرف خيار التخلي عن بعض العمليات أو العملاء قد يكون قد خسر بعض الزبائن من باب الشك، وساهم في الوقت نفسه في تنامي ظاهرة سلفة الظلم شادو بانكينج، حيث تبرز مشكلة جديدة وهي إمكانية ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة. والحل الموضع في هذا المجال يتطلب تشدد أكثر في الرقابة الداخلية والتوسع في المعلومات والمعطيات الحالفة إلى تطبيق أشمل قاعدة أعرف عميلك، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية. أيها الحضور الكريم، سأترك للمتحدثين التعمق أكثر في مسألة إدارة المخاطر ولقاء الضوء على آخر تطورات في هذا المجال، وشكرا لكم جزيل الشكر.